السلام عليكم ابن عزيزي ملبيكا لاف جولة جديدة. كيف كتشوفوا انا شطريق الحي ولاد مريان التابع لمدينة المنزل اقليم صفرول اللي كان من قبل عبارة عن واحد الطوار تابع الجماعات ولاد مكودو. هاد الجولة ان شاء الله غتكون مرفوقة بالتراث المحلي الشعبي فن السرابات، قصيدة للشيخ احمد هرموش اللي كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم وفرجة ممتعة. باش كوني صور شكون